السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن أشرف محمد وفيديو جديد. فيديو النهاردة عن ضربات الجزاء والتكنيك الصحيح لضربات الجزاء. أول تكنيك معانا إنك تدور على مكان البلف. مكان البلف ده بيديك قوة للركلة بتاعتك، فبتروح أقوى من الركلة العادية. تاني حاجة هتعملها إنك ترجع 3 خطوات لورا وخطوتين للجنب زي ما واضح في الفيديو بالظبط. بتروح بجسمك كله في اتجاه الزاوية اليمين للحارس، وتعكس وش رجلك او بطن رجلك للزاوية الشمال اول ما تقرب من الكورة بالظبط. تاني تكنيك معانا برضو، هتدور على البلف وهترجع 3 خطوات لورا وبعد كده خطوتين للجنب، وبعد كده هتروح بجسمك كله على الزاوية الشمال للحارس، واول ما تقرب من الكورة افتح بطن رجلك وتحطها في الزاوية اليمين للحارس زي ما عمل مروان بالظبط.